لما نشوف بالعادة رشا أم يعني ناجحة بتشتغل بتكفي دراستها بعد سنوات يعني من الزواج وتربية أطفالها، أو يعني بتشتغل كذا شغل وهي ناجحة، يعني أولادها دائما بنشوفهم بأحسن حالة مكفايين يعني دراستهم، نسأل كيف يا الله بتلحق أو كيف قدرانك تعمل هذا التوازن؟ وكان معنا امبارح مثال نيرمين بصباحنا، سيدي نوال اللي هي بعمر 52 سنة وتخرجت من تقريب الأشهر من كلية التربية، كانت هي وأولادها زملاء جامعة يعني، وعندها ما شاء الله 4 أولاد، عندها محامية، عندها هندسة عمارة، فكان حلمها بأولادها وخل ضل حلمها عايش يعني، هي ما لغيته مثل ما حكينا، كفت رغم كل الضغوط والظروف اللي كانت عم تعيش فيها. هون الكلمة السحرية دائما بيقول لك التوازن، إحداث التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية، كيف ممكن نحن نحقق هذا الشيء؟ معنا اليوم بالاستوديو ضيفتنا هي تجربة عملية ناجحة قدرت تحقق هذا التوازن. أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتورة لبنى بشارة، دكتورة في العلوم الإدارية ومدربة وطنية معتمدة من التنمية الإدارية. صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله وجميع مشاهدينا. يسعد صباحك دكتوره، واهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك وعلى كل احبابك. وقت بنقول اليوم هيك حابين نضوي اكثر على حياتك، كونه كنا عم نحكي انت حضرتك ام لطفلين وفي فرق كثير عمر بيناتهم، يعني خلينا نتعرف عليك بشكل اكثر. انا دكتوره لبنى بشاره، مدرب وطني معتمد، اشتغلت بعدة قطاعات، دارسة إجازة بالهندسة المدنية بالإضافة للإدارة إلى إدارة الأعمال، درس بثلاث جامعات، اشتغلت بعدة قطاعات، يعني بلشت طبعا كموظفة، بعدين صرت استلمت إدارات، 5 إدارات بالعمل، اشتغلت خاص وعام وأهلي، اشتغلت بأبحاث واشتغلت عمل إداري واشتغلت عمل ميداني هندسي. فهذا التنوع بحس أنه ممكن يضيف على شخصية الواحد، على أسلوبه وعلى نمط تفكيره. يعني نرجع نوه الدكتورة لبنى، هي من الضيوف يعني دائما بصباحنا غير من وقت ما انطلق البرنامج، ولكن دائما كانت موجودة معنا لناخذ النصائح بالعلوم الإدارية وكيف نحن ممكن نطور حالنا. خلينا نرجع هيك للتدريب أكثر للمجالات يلي اختصيتي فيها. دائما بنشوف كل مدرب وخصوصا بسوريا إنه في عنوان معين بيقولوا مثلا الدكتورة، ولنفرض لبنى هي أكثر أشخاص بيقدروا يعطوا بهذا المجال. التدريب اللي قدمته هو متنوع لكن كله بيصب العمل الإداري. من أبرز المواضيع كانت هي اتخاذ القرار، كان في شق خاص بالقادة الإداريين وشق خاص بالأفراد، يعني سواء كانوا موظفين أو بالحياة العامة. فكان موضوع اتخاذ القرار، في موضوع الإدارة الاستراتيجية، كيف منخطط تخطيط استراتيجي بعيد المدى، كيف منتدرب على أساليب التفكير المتنوعة، لأنه التفكير عندنا هو أولاً لازم نحلل بعدين نركب بطريقة مختلفة ليطلع معنا تفكير إبداعي أو خارج الصندوق لنقدر نحن نبرز بمكان معين أو بقرار أو بعمل. فمواضيع التدريب هي كانت حول التواصل والاتصال الفعال الناجح، القيادة الإدارية، شو الخصائص والسمات، إدارة ضغوط العمل، إدارة الوقت والأولويات، وهي كتير نحن بحاجة لها كونه هلأ بهي الظروف الشخص بيحتاج لكتير من أنه يشتغل عدة أعمال ومتنوعة، خاصة بهذا الوقت مثل ما قلتي تماما. فلازم ينظم وقته ويشوف شو أولوياته ونعرف وين ممكن نحن نوكل أو نعمل في ضمن إدارة الوقت. بيقولوا أنه نكون في شخص الأصغر. تمام، مندوب عننا بمكان معين ليخفف من العبء تبعنا، نتعلم كيف نقول لا لبعض الأمور اللي هي بتعيق مسيرتنا أو بتعيق راحتنا، حتى لأنه نحن بيلزمنا كتير وقت من الراحة. فمجالات التدريب هي بتصب بشق التنمية البشرية وشق تاني هو العمل الإداري، التنمية الإدارية. وقديه مهم نحن نتعود نقول كلمة لا بالمكان الصح والزمان الصح، يعني يمكن كلمة إيه كتير كانت سلبية بحياتنا بمواقف كتير، قولي من باب الخجل من باب الظروف اللي كنا عم نعيشها اضطرينا نقول إيه في بعض المواقف وكان تأثيرها سلبي فيما بعد. صحيح. خلينا نروح لإنجازاتك، نتعرف عليك أكثر، شو هي أهم الكتب اللي ألفتيها أو ترجمتيها؟ عندي أنا كتاب مؤلف تأليفي طبعا، هو بعنوان اتخاذ القرار القيمي. هو نحن شوي منفكر اتخاذ القرار أنه بس ممكن يكون بناء على هدف معين، على أولويات بصب العمل. منلاحظ بهذا الكتاب أنه لا، اتخاذ القرار أوقات بيكون من أجل قيم
أخلاقية نحن تربينا عليها أو قيم شخصية لصالح معين، أو القيمة بتكون لفض المنازعات هي القيمة اللي بيحققها، فمو دائما بتكون القيمة هي القيمة مادية أو قيمة واضحة، في كتير قيم مخفية نتيجة مسيرة الشخص وحياته. نعم. هذا الكتاب الأول اتخاذ القرار القيمي. سينا نستعرض إذا بتحبيه على الهواء. هذا الكتاب الأول من تأليفك. تماما. هو أي عام؟ هاي كاميرتك؟ هاي الكاميرا 2015. تمام. الكتاب الثاني هو مترجم. الكتاب الثاني مترجم. طبعا. هو مؤشرات الأداء الرئيسية. اللي بيميز هذا الكتاب حاليا انه هو كل الإدارات بحاجته، لانه كل عملنا لازم نحط فيه مؤشرات أداء. ليش؟ اذا بدنا نقيس الجودة، يعني اذا في مديريات للقياس والجودة، فهي لازم تعتمد على انه تحط معايير للعمل وتقيس الجودة هل حققتها أو لا بناء عليها. ثانياً إذا بدنا نعمل نظام حوافز، فنحن بدنا، وهذا هلأ مطروح، أنه بدنا نعرف شو مؤشرات الأداء اللي بدنا نكافئ ونحفز الموظف عليها. بعدين إذا كنا بدنا نعمل آيزو، إذا أي شيء بدنا نعمله لازم نحط مؤشرات أداء لنعرف هل مشينا صح أو لا، في فجوة بين المخطط والفعلي. ثانياً إذا بدنا نكافئ، ثالثاً إذا بدنا نطور حالنا، ما بدنا نعرف نحن عند أي مستوى، فإذا إذا بدنا نعرف مشاكلنا هل نحن دون الحد المطلوب، أو إذا نحن على الحد المطلوب بدنا نطور نفسنا، فنحن يفترض ندرس مؤشرات الأداء. فهذا الكتاب بيوفر دليل عملي. الميزة تبعه عادة الكتب تكون نظرية كتير، هذا الكتاب فيه دليل عملي، يعني كيف ABC تبع وضع هاي المعايير والتمييز بين مؤشرات الأداء الموجودة بالعلم الإدارة وبالشركات، أنه هن خمس أنواع، وإذا أخطأنا أو دخلنا عنصر من الصنف الأول مع الثاني فنحن كل عملنا بيروح سدى، يعني يكون في خطأ بعملنا وما بنوصل. قديش اليوم القطاع العام، يعني قديش عم تعطي خبرتك من خصوصا بدنا نحكي مؤشرات الأداء وعم نحكي عن التخطيط الاستراتيجي، نحن كثير بحاجة هاي العناوين بمؤسساتنا، فقديش عم يكون في اليوم تبادل الخبرات بينك وبين هاي القطاعات العامة؟ أكيد في كثير قطاعات بشتغل أنا وياها، يعني اشتغلت مع مثلا تدريب كان لرئاسة مجلس وزراء سابقا، اشتغلت بس مو بهذا الموضوع، بمواضيع تانية، اشتغلت مع وزارة النفط، مع التنمية الإدارية، دربت بنقابة العمال، بجهات خاصة، بنوك خاصة لصالح منظمة الصحة العالمية كمان، فكان التدريب متنوع. هلأ نحن بناخد كل فئة شو بيلزمها من شو في عندها خلل، أو بتقلنا أنا عندي هالموضوع كيف فيني أنا أتجاوزه. صحيح. أو حسن منه، فيا أما نحن نطرح الموضوع المناسب عليه، أو هي بتقلنا أنا بدي أدرب على كذا، فنحن منفوت بهذا الموضوع، منشوف شو اللي بيناسبهم أكثر حسب قطاع عملهم. لأن هي المؤشرات حتى بتختلف من قطاع لآخر، سواء المؤشرات أو حتى مثلا إذا بدنا نقول وضع الأهداف، يعني لما نحكي عن شركة بتشتغل بالتكنولوجيا أهدافها ما فينا نحط خطة استراتيجية، لأنه بيئة متغيرة بشكل دائم، مثل هلأ الوزارات ما فينا نحط خطط بعيدة المدى بظروف كتير متغيرة، فمنشتغل ممكن يفترض نشتغل شيء اسمه تخطيط المدفوع بالاكتشاف، اللي هو مختلف عن التخطيط التقليدي بعيد المدى، مشان نقدر نتأقلم مع الظروف المحيطة فينا. طيب دكتورة لبنى، حكينا هيك شوي بالأمور العامة ومجالات عملك، خلينا شوي نخص للحياة الشخصية، كون اليوم عيد الأم، أكيد في أكيد اليوم أولادك فخورين فيكي، خلينا نحكي عن علاقتك بأبنائك، كيف قدراني اليوم أنت توازني الكم الكبير من التدريبات والعمل وبين حياتك الشخصية مع الأولاد؟ هلأ بالبداية دائما الشخص هو ما نوع عايش مستقل بحد ذاته، لذلك نجاح الشخص هو نجاح المجموعة المحيطة فيه، فأنا نجاحي أكيد برجعه ومصدره هو عائلتي، أهلي، زوجي، أولادي، يعني كلهم هاي الفئة الداعمة لإلي، بعتبر هذا النجاح هو نجاح مو خاص فيني، خاص فيهم لأنه هن داعمين بهذا الموضوع. نجاح مشترك عم بيكون. أكيد. ونادراً ما تكون النجاحات هي فردية، لأنه أي عمل ما بده ينطلق على البيئة المحيطة فيه وبده يلاقي صدى، هذا الصدى فيها كمان الأشخاص الداعمين، فإما بتكون هي إيجابية أو بتكون سلبية. كل هاي الأمور هي عبارة عن حلقات متشابكة نحن منعيش تلقائياً من أول ما خلقنا جواتها. صحيح. فإذا كانت هاي الحلقات منسجمة، إذا كانت إيجابية، إذا كانت داعمة، فيها تحفيز،
فنحن اكيد بننطلق بشكل افضل. وانا اكيد بدي بهذا اليوم تحديدا بدي اتشكر الماما على وجودها الدائم والداعم، هي طبعا والدي بس اليوم بما انه عيد الام كلنا نوجه لها تحيه. وهي كلنا بنعرف انه الجده والجد هن الاكثر خوفا على الاحفاد، اكثر حمايه هن درع الحمايه الاول لهدول الاحفاد من اهلهم. فانا بدي يعني عايد الماما وبدي اتشكرها كثير، والا انه نحن بدونها كثير حياتنا بتكون ضعيفه ومضعضعه. صحيح. طيب خلينا نحكي اليوم هيك نرجع على العناوين التدريبيه وقديش بترتبط بحياتك الشخصيه. يعني العناوين التدريبيه هي قياديه يعني بتعكس قوة الشخصية، يعني فأنت قديش على أرض الواقع هيك يعني بيشوف الدكتورة لبنى يعني بحياتك مع أصدقائك وعائلتك وهيك بيقول هي نفسها اللي قاعدة كانت عم تدرب هذول الأشخاص؟ هلأ بالتدريب بيكون في جو لطيف نوعا ما، لكن بدي أحكي ممكن ما يكون هذا نفسه بالعمل. العمل بده إصرار على الهدف، العمل مختلف عن لما بعطي محاضرة بجامعة أو لما بعطيها بتدريب. العمل دائما بده التزام، بده مسؤوليه، فنحن بنكون عم نمارس اسلوب لطيف، لكن في مواقف كثير بتتطلب انه نكون حاسمين فيه. اما بالتدريب او بالتدريس ما بالضروره يكون الحسم لوصل معلومه، لانه تلقائيا عم بوصلها. هلا اكيد بينعكس هذا الشيء لانه من دائما دراستنا او نمط عملنا بده ينعكس اجباري على حياتنا الشخصيه. يعني بنلاقي المهندس كونه انا درست هندسه تعلم 5 سنين يدرس هندسة، فهذا العلم هو فيه ربط منطقي وفيه توازن بين كل الجهات المرتبطة بإنشاء مشروع، يعني بين العمال وبين المواد اللي عم تدخل وبين الورشات وتسلسل عملها. هذا البرنامج الزمني نحن بنقوله بالعمل بالمشاريع الهندسية، هذا كمان ودراستنا كلها فيها رياضيات، نحن لو سميناها أسماء تانية ميكانيك تربة أو مقاومة مواد أو بيتون، هذا كله لكن هو بالنهاية عمليات حسابية، كله بينعكس على حياتنا بشكل موضوعي. حكيت عن جانب الهندسة، هلأ إجا شيء ثاني فوق أثقلها هو علم الإدارة، الإدارة اللي بيعلمنا جوانب التنمية البشرية جزء منها وعوامل ثانية اللي هي خاصة بحياتنا العملية. فلما أنا بدرس موضوع معين، هلأ هي أنا بحسها بجوز الميزة أو الشيء اللي كتير بحبه موجود عندي، انه اقلال اللي بيكونوا بيدرسوا الشغله وبيشتغلوها. هلا انا درست الاداره واشتغلتها كمديره، فانا كثير صرت بعرف انه موضوع فرضا اعاده الهيكله وين مشاكله، لانه انا عملته بالحياه العمليه وبقطاعات دوله، يعني عم نحكي على قطاعات كبيره مو قطاع خاص صغير. صحيح. كمان مثلا موضوع القياده الاداريه او موضوع التحفيز، كمان موضوع التحفيز لما انا دربه على انه يختلف حسب المستويات الاداريه ويختلف حسب الشريحه العمريه ويختلف بنمطه حتى كتصنيفات، وانا مارسته بالحياه فبعرف وين هو صح وين لا ما فينا نطبقه بمجتمعنا بسوريا. فاذا كل بلد له مقوماته المختلفه، وكل قطاع كونه انا اشتغلت مثلا قطاع صحه، قطاع تعليم عالي، ووزاره التجاره الداخليه وحمايه المستهلك، وزارة ثقافة، ما شاء الله. هاي القطاعات كلها صار في الشخص يقدر يربط بشكل عام بهي الأمور. طيب اليوم دكتورة أنت مثال كتير إيجابي لكل الأمهات والسيدات اللي عندهم مشروعهم الخاص، ولكن ظروفهم اليوم ما نعم بتساعدهم، إن كان بالبيت إن كان بالمحيط وحتى بالأمور الاقتصادية والمادية. اليوم من خلال تجاربك العملية والحياتية اليوم هيك إذا حبيتي توجهي رسالة لهي السيدة، كيف قادرة تطور من ذاتها وكيف قادرة تحقق هذا التوازن كان بين حياتها العملية أو الشخصية وتضل مصرة أنه حلمها مؤجل وليس ملغى؟ أول شيء أنا بدي عايد جميع الأمهات اللي عم بيشاهدونا، وبدي أقول أنه قد ما نحن بعدنا عن حلمنا بس هو لازم يضله موجود. كيف منقدر نحن نتمسك فيه؟ يضل بذهننا، يعني دائما هذا التدريب على انه نحن نتمسك بالموضوع هو عملية تدريب. تدريب ليش؟ لما انا ضلني افكر فيه، لما ضل فكر فيه بصير بوجه حياتي تجاهه حتى لو ما كنت انا مبلشة فيه لانه ظروف ما أنا مناسبة. صحيح. لكن مجرد اني افكر فيه على طول فأنا عم بحفز ذاتي ليصير لاقي الوقت المناسب. هلأ أنا لما درست الماجستير أنا كنت مبلشة فيه قبل تزوجت، فبعدها كملت
الدكتوراه أنا كان عندي طفلة وقت قدمت الدكتوراه، وقت استلمت المناصب الإدارية اللي اشتغلت فيها كمان كان عندي الطفلة. حالياً أنا عندي الطفل الصغير وأنا قدي عمره؟ 6 شهور. الله يخلي لك. الله يخلي سلام ومرسي. دائماً هدفنا، فأنا كمان لازم يكون في عنا ترتيب أولويات. يعني أنا الكتاب كنت مترجمته مسبقاً لكن بده رتوشات النهائية، فأنا قلت لازم خلصه قبل ما أجيب البيبي لأنه أنا بعرف هاي الفترة كتير رح تكون صعبة. فأنا الكتاب المترجم أصريت أنه ينتهي قبل ما انشغل بالبيبي الصغير. فلذلك بده يكون الواحد مخطط شوي ايمت بده ينفذ مجموعة الأمور اللي عنده، وفي شيء بيأجلها لوقت لاحق لكن ما بيلغي شيء. بس فرق بين الطفلين عندك هذا ما عمل لك عبء؟ نحن هلا بنعرف انه خاصه انه البنت هي الكبيره، ممكن تكون رفيقه امها، ممكن تكون المربيه لهذا الطفل البيبي 6 شهور عم بتقولي، يعني حسيتي في معاناه او هلا؟ هو اكيد فرق العمر بيرجع الواحد بيعيش الحاله من اول وجديد، يعني ما بيكون خلص طبعا ايه ما بيكون خلص من هي المرحله تبع الطفوله الصغيره لابنائه. هلا هو حلو لكن اكيد صعب، اكيد متعب، وبهي الظروف وقت نكون في عنا التزامات كثير، وقت يكون نمط حياتنا تحول ليكون منظم كثير بيكون الموضوع صعب. لكن مثل ما بنقول دائما انه العناصر الداعمه بحياتنا الاساسيين اللي هن الاهل، الاسره، بنتي، فهدول كثير وجودهم مهم. يعني في يعني منهم بيقدم بشكل كتير كبير، في شيء بيقدم بشكل بسيط لكن حتى معنويا هذا الشيء كتير بيكون حلو. فأنا بدي أتشكر كل العالم اللي بتساعد بعضها، وبتمنى أنه ضل هاي الحالة الاجتماعية الحلوة موجودة هي ببلدنا، ما أنا موجودة بكل المجتمعات، لأنه فعلا هي بتقوي وهي بتخلينا نقدر نستمر. أكيد إن شاء الله. يعني نحن لما نحكي عن مفاتيح النجاح دائما نحكي انه الاراده، التصميم، خصوصا لما نحكي عن السيده يلي هي قدرانه عن جد تنجز خارج بيتها، بنلاقي شخصيتها قويه، هي عن جد قدرانه تعمل هذا التوازن. مو انا خلص صرت ام، بتلاقي في امهات عاطفه الامومه كثير بتاخذهم انه انا مكرسه لبيتي لعائلتي ليكبر الولد، دائما بتاجل اي مشروع مهني او دراسي ليكبروا الاولاد، فبتلاقي هذا العمر كله مضى. صحيح. لا هو في مثل ما تفضلتي في الاراده اللي هي في عنا الرغبة والقدرة والالتزام بالتنفيذ. هلا الرغبة هي موجودة بجوز عند كتير أشخاص، القدرة هي قدرة الشخص، يعني إرادته الذاتية وقدرته من محيطه، مو بس قدرته الشخصية، لأنه ممكن يكون هو عم يقدر يعمل الشيء، عنده المعلومات لنقول عن موضوع معين بس ما عنده الظرف المناسب، محيط غير داعم ممكن يكون تماماً، أو ظروف سلبية. فالرغبة والقدرة، القدرة هي قدرتي الذاتية مع اللي حوالي محيطي بيئتي، والالتزام بالتنفيذ، هدول الثلاث أمور هن اللي بخلونا ننفذ أي موضوع منرغب فيه. نتشكر حضورك لليوم الدكتورة لبنى بشارة، يسعد صباحك وينعاد عليكي بكل الخير. شكرا لكم وكل عام وانتم بألف خير.